مرحبا واهلا وسهلا فيكم مره جديده بالقناه الخاصه فيني على يوتيوب. اليوم رح نتابع سوا تمارين خاصه لشفاء الانفصال العضلي اذا كان عندكم اياه. بحب ذكر انه هيدي التمارين كمان كثير مفيده لاي شخص عباله او عباله تتعلم تقنيات البيلاتيس، تقنيات التنفس، تقنيات تفعيل عضلات المعده والعضلات الباطنيه المثبته للجسم او عضلات الكور لحتى نصير سوا اقوى. لتمارين اليوم حنكون عم نستعمل بعض المعدات الخفيفة مثل مثلا بيلاتيس رينج أم حزام المقاومة أم الرولر أم أي تقل ممكن تستخدموه بالبيت حتى نقدر نكون عم نزيد من شدة التمارين. حتكون هيدي المعدات أكيد مش مشكل، بس إذا حابين تحصلوا عليها حكون حطت لكم الروابط بخانة الديسكريبشن أو الوصف لهيدا الفيديو، فتأكدوا إنه تشوفوها إذا حابين تحصلوا على هيدي المعدات. حنكون عم نبلش بتمارين التنفس لأنه أساسي لأي تمرين حنكون عم نبلش فيه، وكمان تمارين تفعيل عضلات المعدة. بس قبل ما نبلش بالتمارين بحب ذكركم ما تنسوا تعملوا لايك لهيدا الفيديو، تشتركوا بالقناة إذا بعد ما اشتركتوا، وما تنسوا تشيروا هيدا الفيديو لأي شخص ممكن يكون عم يستفيد من هيدي المعلومات والتمارين يلي عم شاركها معكم. إذا جاهزين خلونا نبلش سوا. التمرين التالي هو لتفعيل عضلات المعدة، فهلأ رح ناخد نفس من الأنف، بس قبل ما نبلش نفرغ النفس رح نحصر النفس شوي لمدة 5 ثواني، ومن بعدها بدنا نفرغ نفس شوي شوي من الفم. وتخيلوا إنه عندكم مثل شفاط جوات الجسم عم يشفط كل هيدا الهواء من عند منطقة البطن لعند منطقة الرواية، وعم يطلع هيدا الهواء من الفم شوي شوي. اوكي خلونا نجربها سوا. هنعد على القليلة لثلاثة، نحن عم ناخد نفس من الأنف، نحصر النفس 5 4 3 2 1، ونرجع هلأ منفرغ نفس شوي شوي. كمان مرة بناخد نفس، إذا بدكم فيكم تحطوا إيدكم على بطنكم وإيد على الصدر مثل ما ذكرت بالسابق، خدوا نفس من الأنف، نحصر النفس أول شيء. بس أنتوا عم بتفرغوا النفس هلأ الإيد يلي على البطن بدكم تحسوها عم تنزل لتحت شوي. ليه عم تنزل لتحت؟ لأنه الهواء عم ببلش ينشفط من عند منطقة البطن، ببلش يطلع من عند منطقة الرواية، وبعدين بيطلع من الفم شوي شوي. كمان 3 مرات هلا ما رح احكي، رح نعمل التمرين سوا. ناخذ نفس، نحصر النفس، منفرغ النفس. ناخذ النفس، نحصر النفس، منفرغ النفس. انتوا عم تفرغوا النفس تخيلوا انه حدا جاي كمان حيضربكم على معدتكم، فبنعمل بريسنج او بنشد عضلات المعده شوي. بناخذ نفس، بنحبس النفس، وبنفرغ النفس. تذكروا الشفاط، تذكروا انه حدا عم يجي يضربكم على بطنكم كانه ابنكم جاي او بنتكم جاي تنط عليكم، وانتوا عم تحاولوا تقوى عضلات المعدة او تشدوها حتى ما يصير نقطة الاصطدام قوية. ناخد نفس، حنعمل بعد مرتين، بنحصر النفس، ومنفرغ النفس. آخر مرة هون ناخد نفس، نحصر النفس، ومنفرغ النفس. فإذا هيدا هو كان التمرين، رح ننتقل هلأ للتمرين التالي. هيدا التمرين كمان يعد من التمارين الأساسية ويمكن عملتوه معي قبل، يلي هو عبارة عن دحرجة منطقة الحوض للخلف. فإذا إذا بدكم فيكم تبلشوا بإيديكم على خصركم الكوع على جنب حتى تحسوا شوي بالدحرجة أكتر. مثل ما أنتوا جالسين هلا أو ممددين على الأرض حيكون عندكم فراغ كتير خفيف تحت منطقة الظهر السفلية، أوكي، أو العمود الفقري القطني. هلا بدنا ناخذ نفس ونضلنا محافظين على هيدي الوضعية،
نحن عم نفرغ النفس بدنا نبلش ندحرج او نبلش نمدد العمود الفقري والمنطقة السفلية من الظهر بالكامل على المنطقة البساط اللي عندكم. هيك بيصير ما عنا ابدا ولا فراغ تحت الظهر، وشوي شوي هلا بناخد نفس وبنرجع للوضع الاساسي. طبعا الركب هن متباعتين عن بعض متوازيتين مع الحوض. ناخد نفس هون، فارغ نفس شوي شوي كمان من الفم. بنحافظ على هالوضعية لخمس ثواني، 5 4 3 2 1، وشوي شوي شوي بنرجع. انا رح بس علي ايدي لفوق حتى انتو تقدروا تشوفوا اكتر واكتر عملية الدحرجة. بناخد نفس شوي شوي شوي، منفرغ النفس، منكون عم نمدد منطقة العمود الفقري القطني على الأرض. كمان مرة بناخد نفس وشوي شوي شوي منفرغ النفس. حنعمل التمرين بعد 4 مرات. بناخد نفس منفرغ النفس. بدنا نحس انه كمان عم نعمل بريسينج شوي شوي شوي. عضلات المعدة او منطقة الصرة عم تنزل او تفوت لجوا لعند منطقة الظهر، وهالشي حيساعدنا انه نقوم بدحرجة منطقة الحوض ونكون فعليا عم نفعل عضلات المعدة. وشوي شوي شوي بنرجع على الوضع الاساسي. بناخد نفس منفرغ النفس ومناخد نفس. من فريغ النفس بناخد نفس ونرجع على الوضع الطبيعي. اخر مره بناخد نفس من دحرج منطقه العمود الفقري، وبناخد نفس لنرجع لوضعيه العمود الفقري الطبيعيه. فاذا انتهينا من هيدا التمرين، انتظروني بالتمرين التالي. لهيدا التمرين حنكون ممددين على الارض بهذه الطريقه، ركبتين متبعتين عن بعض ومتوازيتين مع عظمتين الحوض. ايدينا رح نرفعهم صوب السقف. بدنا ناخد نفس. نحن عم نفرغ النفس بدنا ندحرج منطقة الظهر السفلية للخلف. رح ناخد نفس. نحن عم نفرغ النفس رح منعلي ساق واحدة صوب وضعية الطاولة. ناخد نفس ومنعلي الساق الثاني صوب وضعية الطاولة. هيدا التمرين اسمه ديد باج او الحشرة الميتة. فهلأ حنكون عم نخفض الساق اليمنى مع الذراع المعاكس ونرجع على منطقة الوسط. وهلأ بنعكس الحركة، الساق اليسرى مع الذراع الايمن ونرجع. برجع بذكر اذا ما عم نقدر نطال الارض او نوصل للارض بالكعب او صبيع الاجرين، فينا ننزل بطريقة متوسطية، يعني بننزل للوسط وبنرجع بنرجع. بتنزلوا للمستوى اللي انتو قادرين تتحكموا فيه. بس تحسوا انه عم تفقدوا السيطرة على منطقة الحوض بنرجع على الوسط. نتذكر انه نفرغ النفس من الفم. ثلاث مرات بعد على كل جهة. وانتبهوا انه عم تتحركوا من منطقة الحوض مش من منطقة الركبة، يعني الركبة ما بيتغير مستوى الفتحة يلي تحت الركبة. الانجل بيدلوا هو ذاته، بس عم تنزلوا من منطقة الحوض. وهي آخر مرة. منجيب الركبتين صوب منطقة الصدر، بنعبطهم صوبنا وبنعمل دحرجة خفيفة من ميلة للتانية، منريح فيها شوي ونرجع شوي شوي مننزل ساق
من بعدها الأخرى على الأرض. وهلأ انتهينا من هيدا التمرين ولاقوني بالتمرين الجاي. هيدا التمرين اسمه كلام شيلز أو وضعية الصدفة. مثل ما شايفين هون نحن عنا فصل خريف، فينا نعمله من دون مساعدة أي معدات خفيفة. مثل ما ذكرت لكم بأول الفيديو أنه أنا رح كون عم بستعمل بعض المعدات الخفيفة. لهيدا التمرين بالذات ممكن تستخدموا حزام مقاومة. هذا الحزام المقاومة كمان إذا حابين تحصلوا عليه ممكن تلاقوا الرابط له عندي بمنطقة وصف هيدا الفيديو أو الديسكريبشن، أو كمان ممكن تستعملوا البيلاتيس رينج، بس أنا بفضل استعمل حزام المقاومة. أوكي رح ورجيكم الطريقتين. فإذا أول طريقة حورجيها إذا ما عنا ولا أي من هيدا المعدات، رح منجي على منطقة الكوع، بدنا نتأكد أنه الكتف حاكم فوق منطقة الكوع، الحوضين حاكمين فوق بعضهم، الركبتين فوق بعضهم، ومنطقة القدمين فوق بعضها. هلأ من هون بدنا ناخد نفس، إيدنا فيها تكون على الخصر، بدنا نتأكد كتير منيح أنه ما نخفص هون، ما نخلي هيدي المنطقة تنزل صوب الأرض، بالعكس ندلنا دفشين. ناخد نفس، نحن عم نفرغ النفس، بدنا نفتح الركبة ومنرجع مننزلها شوي شوي. ناخد نفس، منفرغ النفس، منعلي وشوي شوي شوي مننزل. إذا عم نستعمل الرينج رح منفوت جرتينا بالرينج، منخلي منطقة فوق الركبة ترتاح على البادينج أو هيدي المنطقة اللي بتبقى شوي بيبقى حاطيلها سفنج، وبدنا نحط نحن وبدنا نفتح الساق، منفتح بدنا ندفش الساق بالرينج. فهون اذا بتنتبهوا عم يتغير شكله وشوي شوي شوي بنرجع بننزل، فمنزيد شوي مقاومه نحن وعما نكون عم نتحرك هون وبنرجع بننزل. بس انا لهيدا التمرين حكون عم بستعمل حزام المقاومه لانه اكثر شيء بحب استعمله لهيدا التمرين، هو اكثر شيء بحب استعمله لهيدا التمرين. رح نرفعه ورح نحط حزام المقاومه يحكم فوق الركبتين بشوي. بحب استعمل الحزام المقاومة اللي هو بيبقى قماش اكتر شيء، وبيبقى طبعا فيه مغيط بس بيبقى عريض، فما منه رفيع وما بيبلش يبرم على جسمكم بس تبلشوا تتمرنوا مثل غير بضاعة بالسوق. هلا من هون رح ناخد نفس، نحن عم نفرغ النفس، بدنا طبعا نبلش نشد عضلات المعدة لجوا، نفتح الركبة شوي 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 مننزل. نحن هون الهدف كمان نكون عم نشغل العضلات الجانبية للجسم شوي 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 مننزل. فإذا كتير كتير بدنا ننتبه إنه ندفش بعيد عن الأرض. إذا عم تتعبوا من الكتف ممكن تاخدوا تمرين معدل حيظهر عندكم هلا بزاوية الشاشة. نتأكد انه الحوضين حاكمين فوق بعض، يعني هون الهدف مش انه نفتح كتير بس بدنا نفتح قد ما بنقدر نحنا والحوضين حاكمين فوق بعض. شوي 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 بنرجع مننزل. خلنا نعمل بعد خمسة، بعد مرة رح نعلي ومنوطي، رح نبرم لنعمل هيدا التمرين على الميلة الثانية. فإذا بدنا نجي بهيدي الطريقة كمان الكوع رح يحكم تحت منطقة الكتف، بدنا ندفش منطقة الخصر بعيد عن الأرض، منحكم الحوضين فوق بعض، ركبتين فوق بعض، والقدمين فوق بعض. ناخد نفس بس تتجهزوا، منبلش نفرغ النفس. كمان عملية الشفط بتصير مثل ما ذكرنا من عند منطقة السرة أو أوطى من السرة بشوي، شوي 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 منوطي. شوي 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 منوطي.
عنا بعد 5 مرات نفتح قد ما بنقدر. عم نشتغل ضد مقاومة الحزام هون 3 مرات بعد. هاي آخر مرة. نضلنا ننتبه إنه ما نخفس أو نوطي منطقة الصدر ومنطقة القفص الصدري صوب الأرض، نضلنا دفشين بعيد عن الأرض. فإذا انتهينا من هيدا التمرين ولاقيني بالتمرين الجاي. للتمرين التالي ممكن نكون عم نستخدم معدات خفيفة مثل الحزام المقاومة أو البيلاتيس رينج. إذا ما عندكم إياهم وعبالكم تحصلوا عليهم، تركت لكم الرابط بمنطقة الوصف لهيدا الفيديو. إذا ما عندكم هيدا المعدات ما تعتلوا هم، هلأ رح فرجيكم كيف ممكن نعمل هيدا التمرين من دون أي معدات. فيكن تعملوا هيدا التمرين بأي منطقة عندكم بالبيت، كل شي حيلزمكم هو حيط. رح نجي ونوقف تقريبا 30 سنتيمتر بعاد عن الحيط، منحط إيدينا على الحيط وشوي شوي بدنا نبلش نمشي بالإيدين لتحت حديث ما يصير عنا تقريبا زاوية 90 درجة تحت الركب. بدنا نتني أو منصير نسند ظهرنا على الحيط، أكيد انتبهوا ما كتير تحفوا البنطلون وهيك. من هون بدنا نتأكد انه الكتاف جلسة وثابتة تضغط على الحيط، المعدة ضاغطة لجوا واجرينا عم يبلشوا يحرقونا هلأ. اكيد لح ننطر ونحط 30 ثانية ونقعد ونبتسم بهيدي الوضعية سوا. ناخد نفس، فيكم تخلوا ايديكم على خصركم او اذا حبيتوا تخلوا ايديكم عاليين بهذا الشكل. مع كل نفس عنا عملية الشفط عم بتصير من منطقة المعدة، منطقة البطن السفلية. وهيك بنكون خلصنا أول 30 ثانية. رح أعلي شوي شوي. إذا قادرين تتحملوا أكثر من 30 ثانية بالبيت أكيد جربوا أكثر من 30 ثانية. هلأ حورجيكم أنا كيف حنعمل التمرين مع البيلاتيس رينج ومرة جديدة مع حزام المقاومة. عنا زيت السيت أب للحركة، الإجرتين متوازيتين بعاد عن بعضهم، بدنا نلاقي مسافتنا عن الحيط، مننزل لحديت ما يصير عنا تقريبا زاوية 90 درجة إذا قادرين تتحملوا، الكتاف ضاغطة على الحيط وال السيركل او الرينج ممدود للامام. ناخذ نفس، منفرغ نفس، منضغط لجوا، ناخذ نفس، منضغط نفس. الحزام عنا اياه، انتو كفوا اشتغلوا بالبيت، الحزام عنا اياه حتى يعزز لنا حركة الذراعين وحركة الجزء العلوي من الجسم، وشوي شوي ببلش يعطينا فيدباك او احساس اضافي بمنطقة المعدة. وهي اخر مرة. وهلأ رح ورجيكم التمرين كمان مع حزام المقاومة، منحطه شوي أعلى من منطقة الركب. كمان بدنا نوقف 30 سنتيمتر بعاد عن الحيط، منلقي شوي صوب الحيط ومنبلش نمشي بالإيدتين لتحت. بس نحس إنه صار عنا تقريبا 90 درجة، زاوية 90 درجة تحت الركب، بدنا نهدي حالنا هون، منضغط الكتاف على الحيط ورانا، ناخد نفس. نحن منفرغ النفس، بدنا نفتح الركبتين على جنب. أكيد إذا ما عندكم بعض المعدات الخفيفة بالبيت بنرجع بنعمل التمرين مثل ما ورجيتكم بالأوبسيون بالخيار الأول. رح نعمل بعد 3 مرات، بعد مرتين، كل الوقت عم نجرب نشفط الهواء من منطقة البطن. وهي آخر مرة ونسكر. شوي شوي بدنا نقوم ونبلش
نوقف. يعطيكم ألف عافية. فإذا هيدا هي التمارين لهيدا الأسبوع. بذكر إذا كنت عاملة ولادة قيصرية تاخدي موافقة طبيبك قبل ما تبدأي بالتمارين. إذا كنت مولدة طبيعي ممكن تبدأ التمارين بعد 6 لـ 8 أسابيع من بعد الولادة، بس على كل الأحوال كمان خدي موافقة طبيبك قبل ما تبلشي التمارين. كمان بحب شديد إنه هيدا التمارين مناسبة للمبتدئين، خاصة إذا كنت من الأشخاص اللي عندهم انفصال عضلي وحابة إنك تصححي الانفصال العضلي بشكل طبيعي مع تقوية العضلات الباطنية المثبتة لتقدري تقومي بالوظائف اليومية بشكل كتير مرتاح. تقدري تحملي البيبي والسترولر والبوسات وتنتقلي فيهم من دون ما يصير معك وجع ظهر ومن دون ما تسبب لإلك هيدي الحالة المزيد والمزيد من المشاكل الصحية. وأكيد ما تنسي تعملي لايك لهيدا الفيديو، تشتركي بالقناة وتشيري هيدا الفيديو مع أي شخص ممكن يكون عم يستفيد منه لحتى نقدر نوصل المعلومات لأكثر عدد من الأشخاص. وإذا حابي تعرفي أكثر عن الانفصال العضلي حضري كل الفيديوهات يلي حضرتلك إياها بالبلاي ليست اللي اسمها الانفصال العضلي عندي على القناة. بتمنى لك نهار كتير سعيد وبشوفك قريبا بفيديو جديد.